ده بالتأكيد. طيب مستر بيتسو موسيماني اللي سجل أو أحرز دوري الأبطال مرتين، برونزية كأس العالم مرتين، أعتقد إنجاز كبير جدا. كيف يشعر بيتسو موسيماني قبل بداية الدوري المجموعات في هذا التحدي الكبير وقبل مباراة الأهلي والهلال؟ نشوف بيتسو موسيماني في المؤتمر يعني الصحفي والسوبر إن شاء الله. كده الحملة بتاعتنا عشان بطولة أفريقيا عشان نحافظ على اللقب. أول مباراة first matches are always difficult. ودايما أول مباراة بتبقى صعبة. Because we don't know each other very well. لسه مش عارفين نفسنا، مش عارفين الفرق التانية كويس بشكل كويس. Yeah, first games are always difficult, of course, because at this point in time, everybody has equal chance to go through to the quarterfinals. So it's not like after a few games played, then the other team cannot qualify mathematically, cannot qualify. So then you play in a different spirit. But the first games, everything is equal. So they are difficult games for everybody. هو بيقول لك الماتش الاولاني بيكون دايما صعب، لان الماتش الاولاني بيكون الفرق كلها فرصها متساويه، مش بيبقى عايز كنت تلعب ماتشات حسابيا في فرق خرجت من المنافسه فبتلعب بروح مختلفه. دايما الماتش الاولاني في دوري المجموعات بيبقى صعب، لان كل فرق بتحافظ على فرصها وبتحاول تنافس توصل لدور ربع النهائي. And starting away and we know that Hilal is a strong team, it's a good team. They won the league last year, so we understand that we're playing against a very good team. وبنلعب أول ماتش هنا في دوري المجموعات خارج أرضنا، وبنلعب قدام فرقة كبيرة زي فرقة الهلال. عارفين الهلال فاز بالدوري السنة اللي فاتت، عارفين فريق قوي. Yes, we expect a difficult game, of course, but we are here with the mentality of winning the match, of course. But we know it's not easy. You're playing against a good team and a big team. And you're playing in their home, so it will never be easy. طبعا احنا متوقعين هيكون ماتش صعب طبعا، بس احنا جايين وحاطين في ذهننا ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه، بس طبعا مش سهل، بنلعب قدام فرقه كبيره وفرقه قويه وبتلعب على ارضها، فاكيد المنافسه مش هتبقى سهله. طبعا فريق الهلال فريق محترم وفريق كبير في السودان، لازم نحترمه ولازم نديله حقه بصراحه، لان زي ما كنت قال كده خد الدوري السنه اللي فاتت، فده يدينا حق ان احنا داخلين بدايه قويه. لازم نفكر في المباراه بشكل كويس، واحنا مستعدين طبعا للمباراه بشكل كويس جدا. ف يعني نحاول ننسى حته ان الاهلي خارج من كاس العالم للانديه، ونركز في المباراه عشان السنه الجايه ان شاء الله نبقى موجودين برده في كاس العالم، بس دي اول مباراه زي ما كوتش قال هتبقى مهمه لينا، ولازم نركز لها كويس جدا، لان ده هي بدايه المشوار بالنسبه للنادي الاهلي يعني في البطوله الافريقيه. فربنا يكرم ان شاء الله وتبقى نقدر نحققها باذن الله. We don't play for a draw, we always play to win the match, but doesn't mean we will win easily and doesn't guarantee us a win, but our mentality is to win the match. الاهلي دايما بيلعب على الفوز، ما بيلعبش على التعادل او على اي نتيجه ثانيه، هدفنا دايما في كل المباريات الفوز. ده مش معناه ان هنفوز بسهوله وان هيكون ماتش سهل، بس طبعا احنا داخلين المباراه بوجهه الفوز، احنا حاطين في دماغنا ان احنا ننتصر. هو بيسال سؤالين، بيقول انت عندك تحدي كبير، كل المدربين السابقين في النادي الاهلي فشلوا في تحقيق انتصار قدام نادي الهلال، انت هتتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ ثاني حاجه النقطه الثانيه، بيقول ان لعبت مع المريخ السنه اللي فاتت في وقت زي الوقت ده الساعه 3، بس كان الوقت الجو كويس، الاجواء كانت كويسه، دلوقتي الاجواء حاره جدا، يعني هيبقى الجو زي دلوقتي بكره هيبقى حر جدا، انت محضر نفسك ازاي لحاجه زي كده؟ Well, first, الاهلي will play in any weather. وبدا من السؤال الثاني، بيقول لك الاهلي بيلعب في اي اجواء؟ If you go to your country is winter, like you're going to the south, you're going to play Mamelodi Sundowns, at this point in time it's summer. In North Africa it's winter. So wherever you go play, the weather is the way it is. Our team is not meant to play on this weather and not on the other weather. We play on any weather. We have to play, we have responsibility to win. We can't give excuses about the weather. The weather is the weather, it's the way it is. So we can't change the climate of the country in that particular country we're going to play. Whether it's raining, you have to play. Well, it depends on what you find. So our team is not based on the weather. Yes, we're not trying to say that
we are not looking into any weather. Of course, weather is it also affects the temperature of the game. If weather was not part of it, then the World Cup in Qatar would have been in May like any other time, but it's been shifted to November because of the weather. So it is there, but it is not there. So it's neither here nor there. Football, it's a game of football. You have to play. Once you start concentrating on the weather and making excuses, you start to lose the game. ولكن النادي الاهلي نادي كبير بيلعب في اي اجواء وعمر ما تحجج بالاجواء المناخيه. احنا في مصر مثلا دلوقتي الشتاء ممكن نلعب مع مويدي سان داونز في جنوب افريقيا دلوقتي صيف الاجواء مختلفه. مش معنى كده ان ده متاثرش، طبعا بتاثر، بس احنا المفروض مركزين. وطبعا المفروض الفرقه الكبيره ما تبصش للحراره او المطره او سقعيه او الحاجات المناخيه دي، العوامل المناخيه، بس طبعا اكيد بتاثر، بدليل ان كاس العالم في قطر اتنقل من مايو لنوفمبر عشان الجو الحر. بس احنا المفروض نركز، احنا مش ممكن نعمل كل حاجه على مزاجنا، مش ممكن نتشرط على الاجواء اللي احنا بنلعب فيها. انت لازم فريق كبير تلعب في اي اجواء وفوت تحقق الفوز. We played Vita Club was hotter than here. We won. لما بقى فيتا كلاب كان الجو حر اكتر من الفتره دي هنا وكسبنا هناك. And we played Simba was hotter than here. We didn't win. ولعبنا مع سيمبا وكان الجو برضه حر زي هنا اصعب هنا، بس خسرنا ما كسبناش. فالجو هو الجو، الطقس هو الطقس، ما بيتغيرش. And thanks about the history that you are talking about. بشكر حضرتك على الحته التاريخيه اللي قلت ما فيش مدرب قبل كده فاز قدام الهلال هنا. You never know. We since I've been here, even before I was here, Ali has made history before. هو بيقول لحياتك بشكرك على الحته التاريخيه ان مفيش مدرب قبل كده كسب الهلال هنا مع الاهلي، كسب الهلال. بس ده طبعا ده تاريخ الاهلي، نادي كبير ونادي عظيم من قبل ما ناجي، ومتعود بيضرب ارقام قياسيه وبيحقق انجازات. لان حتى بعد ما جيت كسبنا فرق ما كناش بنكسبها، بس في الاخر انا مش هنا بشكل شخصي ان انا كمدرب اكسب واعمل انجاز ما عملوش مدرب قبل مني. انا هنا الناديين، نادي الاهلي ونادي الهلال، واللي بيكسب هو اللي بيتعامل مع الماتش بشكل افضل من الفريق الثاني وبيكسب. وموضوع الاهلي والهلال ده في الماتش ده، في الماتش ده المعيار هو في الملعب، اللي هيلعب افضل هو اللي هيكسب بغض النظر اذا كان بيكسب قبل كده وما كسبش قبل كده. هو اهم حاجه اللي هتديه في الملعب. لو اديت كويس هتكسب حتى لو كنت تكسب قبل كده، ولو كنت بتكسب على طول واديت بشكل مش جيد ممكن ما تكسبش. فالموضوع هو النتيجه ومنتوج الشكل الفني ليك في الملعب. So we focus on winning the Champions League. Whether we break the record of Al Ahly with Hilal or not, the main important thing is to win the Champions League, and that's what we are focused on. Because we can win and break the record and don't win the Champions League. Is that what we want? Is that more important than winning the Champions League? It's not important. What's important is to win. هو الاهم بالنسبه لي نكسب دوري ابطال افريقيا، ده الهدف الاساسي بتاعنا السنه دي، بصرف النظر نكسب الهلال او ما نكسبش. احنا ممكن نكسب الهلال ونعمل رقم قياسي ونغير الشكل هو التاريخي الحقيقه التاريخيه، وما نكسبش دوري ابطال افريقيا، ده يبقى كويس. الافضل بالنسبه لنا هدفنا الاسمى وهدفنا الاكبر احنا نكسب دوري ابطال افريقيا بصرف النظر عن نتيجه الاهلي والهلال. But it would be nice also to break the record. Why not? Would be nice. بس هيبقى افضل طبعا لو حققنا، يبقى احسن، يبقى كويس لو كسبنا الهلال وضربنا رقم قياسي زي ما حضرتك بتقول او كسرنا الحته التاريخيه دي. Because ليه لا؟ Because the generation of the team we have now has got a different mentality. لان الفريق معانا الجيل الحالي من اللاعبين يعني عقليتهم مختلفه عن الاجيال السابقه. And I know maybe with the previous generations we did not win here. But Ali has always had good generations of players, of teams. But this one has got a different mentality, this generation. بيقولوا في اجيال سابقه عظيمه طبعا في النادي الاهلي كانت قبل كده كانت كويسه، بس الجيل ده مختلف خصائص ذهنيا، هم يمكن جاهزين اكتر من اجيال ثانيه سابقه، فعنده فرصه، عندهم افضليه. Not the big stars that you know of Abu Trika, Walgoma, Barakat. We don't have that. But we have a different generation that breaks records. Okay? We break records all the time. We never won against Monterrey. We beat Monterrey. Okay, and we beat Monterrey with the players, seven players out in Cameroon. So we broke that record. بيقولوا حياتك ان الاهلي الجيل الحالي يمكن ما فيهوش نجوم عندهم مهارات عاليه زي ابو تريكه وبركات والجمعه، بس الجيل عنده خصائص مميزه
ان احنا بنعرف نضرب الارقام القياسيه وبنادي بشكل جيد. يعني عندنا نادي مونتيري اللي هو في كاس العالم اللي قابلناه سبق المكسيك سبق وسبق وكسبنا مرتين قبل كسب النادي الاهلي قبل كده كسبنا وعملنا ده رقم قياسي ده ريكورد وده رقم قياسي كسرت حاجه كانت بتحصل قبل كده تاريخيه. لاول مره نكسب مدينتين برازيليتين في كاس العالم على مرتين متتاليتين ده برضه يعتبر رقم قياسي او حاجه جديده يعني ريكورد جديد انت عملته. فجايز ممكن نعمل ده مع الهلال برضه يعني ده شيء وارد ان احنا نكسب الهلال. Well, I was not here with the previous times Al Ahly has been here. Maybe Rabia is the right person to answer that question. But me, no. There was never a problem last time we played Mereche. There was never a problem. The game was played fair and we went out easily. So, inshallah, and hoping that football is going to be like that. But Rabia is the right person to can answer that question because he's been here since 16, 17 years. بقول والله انا جيت مره واحده ماتش الهلال اللي كان موجود قبل كده ما كنتش انا المدير الفني ما كنتش موجود بس انا عمري ما كان في مشاكل حصلت انا في خلال فتره اقامتي وهنا حتى ما جينا السنه اللي فاتت مع المريخ ما كانش في اي مشاكل وكان الماتش خرج بشكل عادل تحكيميا وكان كل الدنيا كلها كويسه. يمكن كابتن رامي ربيعه بقى له 17 18 سنه في النادي هو اللي ممكن يجاوب على السؤال ده لانه بقى له اجل متعاقبه مع النادي الاهلي ممكن يكون عنده اجابه على السؤال ده. لكن انا من ناحيتي ما عنديش اي مشاكل مع جماهير النادي الاهلي.